السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه استثنائيه وخاصه من برنامج ايام الناس، اليوم متواجدين وياكم بوقفه تظاهرات الشعب العراقي امام السفاره التركيه بمنطقه الوزيريه. هذه الوقفه جاءت بعد القصف التركي الذي اطال المناطق والاراضي العراقيه الذي ذهبت ضحيته العديد من الشهداء العراقيين، ولغايه الان الشعب لربما كان منتظر موقف واضح وصريح من قبل الجهات الحكومية، لكن بعد خيبة الأمل قرر الشعب أن يخرج بتظاهرة وإعلاء كلمة الحق أمام السفارة التركية، وأيضا بالتالي اليوم وقفة الموجودين هنا مو فقط رسالة للجانب التركي بقدر ما هي رسالة للجهات المعنية للحكومة العراقية، على أمل بأن يكون هناك رد شافي ورد يليق بسمعة وكرامة العراقيين. راح نكون وياكم بحلقة استثنائية، خليكم وياكم. وقفتنا اليوم نوجه رسالتين بها. أول رسالة للسفارة التركية ومنها إلى الحكومة التركية أنه يكفي تدخل في الشأن العراقي من أجل مصالحكم الشخصية. قطعتوا الماء من أصل مصالحكم الشخصية، الآن أنتم دخلتوا داخل الحدود العراقية وتضربون بالمدنيين وتضربون بالعسكريين الموجودين هناك، هذه جريمة ضد الإنسانية، ونطلب أنه يكفي هدر لهذه الدماء العراقية. احنا هذه جريمه ضد الانسانيه، او لا مدنيين لا هم عسكريين ولا هم من حزب العمال، مدنيين عراقيين بعيدا عن دولتكم بعيدا عن ارضكم، هاي جريمه ضد الانسانيه. الرساله الاقوى نوصلها للحكومه العراقيه، يكفي هذا التهاون، يكفي هذا رده فعل بارده، ولانهم احنا نطالب الحكومه بانه في يوم من الايام لازم يكون عندكم ولو جزء من الانتماء الوطني الحقيقي للعراق، كافي انتماءكم لدول الجوار. اللي إذا نسمع كل تهاون وتخاذل وتدخل دول الجوار بالشأن العراقي، لأن الدولة مو قوية. لو كانت هناك دولة قوية ما جرى الإيراني أو التركي أو الكويتي أو الخليجي يدخل بالشأن العراقي، لكن للأسف القيادة العراقية والحكومة العراقية انتماءاتها بالخارج أكثر من انتماءات للعراق وللعراق الأصلي الحقيقي. هذا اللي نشوفه الآن، هذا التهاون من الدولة العراقية بحقوق العراقيين هو اللي وصلنا لهذا الحال. لو إنهم هم فعلا يطالبون بالحقوق العراقية ما كان أحد يتجرأ من دول الجوار إنه يجي ويتجرأ ويأخذ من حقوقنا أو يقتل من أولادنا ويهتر هذا الدم بهذه البشاعة. يوم ردة فعل الشعب أقوى من السياسيين. نعزي ذوي الضحايا ونستنكر وندينا الاعتداءات المتكررة على شعبنا العراقي. كل البرلمان متواطئ ويا الشعب التركي، كلهم عندهم استثمارات وعندهم فيلل، والمفروض اليوم برلمان يسوي جلسه طارئه. الشعب اطفال كلهم ضربت، وانتم قاعدين لي والله عطله، رايحين بالبيلاروسيا ورايحين مدري وين، بيانات خجوله زين، وبيانات خجوله الحلبوسي ولا نزل استنكار، يعني من سابع المستحيلات اكو دوله هيك تنضرب والبلد ساكت. يا معودين يا مجلس النواب اصحوا شوي، اصحوا، هذا الشعب العراقي، هذا بلاد النهرين عمره 7000 سنة، يجابوا تركيا يضربنا، واحنا نطالب المتظاهرين الساعة بالأربعة الوجود أمام خطوط الجوية التركية. ما نريد أي شركة أي مكانات تركيا تبقى ببغداد، أي شغلة تركيا تبقى ببغداد، ما نريد بالعراق كله نستنكر. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أولاً تطاول تركيا، وتركيا اقتصادها ينمو على الشعب العراقي، حجم المبادلات التجارية 20 مليار دولار، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفاد من العراق بمليار واحد. تركيا اقتصادها ونموها كلها معتمد على الاقتصاد العراقي، لكن يا عتبا على البرلمانيين الذين بابا بالكمي الذين وافقوا وأبقوا اتفاقية صدام المجرم الذي كان يقول لتركيا ادخلوا 40 كيلومتر في زمن النظام السابق لضرب القوات العراقية والقوات الكردية، وتواطئ مسعود البرزاني وتواطئ الكاظمي كراسيكم متم، نحن دماء العراق شعب العراق. هذا اليوم لو كان في النظام الملكي العراقي أيام المرحوم نور السعيد
وملك فيصل وغازي، لأن انقلبت الدنيا رأساً على عقب، وأنتم مشغولين بسرقة المال العام والاستثمارات والمبادلات التجارية واللهو واللعب بالمخمرات وما إلى غير ذلك. أناس لا تستحقون أن تكونوا أعضاء برلمان، بل أنتم أعضاء موظفي خدمات، إنكم لا تشعرون بالمسؤولية. دماءنا ألم تكن دماءنا رخيصة ودماء الشعوب كلها أغلى من الذهب؟ دماءنا وش منتظرين إذا دم الشعب ساد بعد؟ وش منتظرين بالصوت؟ منتظرين هم طريقين، عندنا نهرين، وعندنا دجلة والفرات قطعتهم تركيا، وعندنا نهرين آخر، نهر ينزف دم ونهر ينزف في الفساد المالي والإداري. حطموا البلد وحطموا العباد وحطموا كل شيء. اليوم نحن أولاً خلي تركيا تستذكر عام 1917 أول مرجعية بالعراق وقفت مع الاحتلال العثماني آنذاك ضد اتفاقية سايكس بيكو. خلي يتذكر أبو تركيا، نحن والمرجعية وقفنا مع الاحتلال العثماني، فضلناهم على الاحتلال الإنجليزي والفرنسي، واليوم تجازونا بهذه المجازات. قطعوا الماء، قطعوا الكهرباء. تركيا تأوي الدواعش. أبو بكر البغدادي داخل تركيا، هي وقليم كردستان، دفعوا علينا الدواعش والصدامين والبعثية المجرمين، هم الذين اعتزوا الأخضر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وشكرا. يا مثل شنو ممكن يعني بعد يصير أكثر حتى نشوف موقف أو رد فعل حقيقي شاف للشعب العراقي من الجهات المعنية والجهات الحكومية؟ حقيقة من خلال قناتكم الكريمة أتوقع أنه الأمور ستتصوف ولا يكون هنالك رد قوي من الجانب. ليش؟ لأنه هاي مو أول حالة أخي العزيز. إحنا عندما تم قطع المياه، عندما تم قطع المياه وتقليل خطة العراق المائية في زمن الدكتور العبادي وكان وزير الخارجية الدكتور الجعفري، لم نرى رد قوي من الجانب الحكومي العراقي ولا حتى من النواب العراقي اللي هو مثل ضمير الشعب أو صوت الشعب العراقي. اليوم كنت أتمنى كما يخرج النواب على الأقل المستقلين واللي يدعون بالاستقلالية مع جمهور المتظاهرين عند الحصول على والمطالبة بالوظائف الحكومية، يجب عليهم اليوم يكونوا مع المدنيين المستقلين أمام السفارة التركية وفي شوارع بغداد لرفع أصواتهم عالية ضد التصرف الهمجي من قبل الجانب التركي. هاي حقيقة، لأنه هم يمثلون المدنيين أو الشعب العراقي. أين المجلس النواب العراقي؟ الحكومة العراقية أقولها بصراحة، كما عجزت حكومة الإقليم في الرد على الجانب التركي خلال هذه المدة الطويلة كلها، اليوم أيضا الحكومة العراقية المركزية عاجزة وستظل عاجزة عن مواجهة أي دولة إن تدخلت في الشأن العراقي، والجانب الإيراني يتدخل، الجانب الكويتي يتدخل، الجانب السعودي يتدخل، كل الجانب السوري يتدخل، والجانب الحكومي أو الحكومة العراقية في ثبات، في ثبات. اليوم حقيقة نحن الغيرة العراقية، الغيرة الإنسانية دفعتنا للوقوف أمام السفارة التركية لرفع صوتنا وإيصال الرسالة إلى الجانب العراقي وليس إلى الجانب التركي. إذن الرسالة الجانب العراقي. أعتقد هذه السفارة هي بناية وقد تمثل، قد تمثل الحكومة، لكن ليست هي كل الحكومة التركية. اليوم الحكومة العراقية هي المعنية. لو كانت هناك حكومة عراقية مؤثرة في المشهد السياسي لكان لا تمادت إيران ولا تركيا ولا السعودية ولا أي دولة تتمادى، ولا حتى أمريكا تتمادى في الشأن العراقي. ولكن عندما وجدوا أن هنالك حكومة ضعيفة، هاي نتائجها، ونتوقع الأسوأ، ونتوقع في يوم ما في داخل بغداد يكون القصف. شنو يصير أسوأ بعد أكثر من هذا؟ قد يكون في داخل بغداد. اليوم حقيقة يعني هم حتى المدنيين اللي استشهدوا في يعني في الإقليم أيضا هم في حماية الجانب الكردي، بحماية. يعني استغرب البارحة حملة التبرع بالدم كانت من قبل المصطفين اللي من المحافظات الخارج الإقليم، وحكومة شعب الإقليم في ثبات. يعني على الأقل بد مبادرة إنسانية، أروح المستشفى أتبرع لهم دم، أشوف تمام لهم تمام، ذول ضيوفكم، ذول ضيوف عندكم زين، وذول العراقيين إخوانكم. لكن أعتقد هاي هم يدخل في جانب القومي والجانب الولائي. وللأسف الشديد أقول المشكلة كبيرة والحلول تبقى الحكومة عاجزة والحل بيد الشعب. أخي بس مرة خص الحكي، إحنا وقفتنا الاحتجاجية هذه هي ليست فقط ضد العمل الإجرامي،
الذي سببته تركيا، إنما أيضا ضد الخارجية العراقية. فنحن لا نريد بهذه الردود الركيكة، ولا نريد الاستنكار، ولا نريد الإدانة بأشد العبارات. نحن نريد محاربة تركية اقتصادية، نريد منع قطع. حلو عاد نريد القطع العلاقة مع السفارة العراقية، طرد السفير العراقي وسحب السفير التركي، طرد السفير التركي وسحب السفير العراقي في الدولة التركية. أما الحاجة الأهم والمعلومة الأهم هي مقاطعة المنتجات التركية. فنحن كمواطنين، أنا وأنت، لا نموت جوعا من هذه المنتجات، رغم هناك الكثير من السلع البديلة التي يمكن أن نستغلها بدل الحاجات السلع التركية. والنقطة الأهم التي يجب على الحكومة هي متابعة ملف تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدائنا الأبرار في الجنة إن شاء الله، ونستنكر ونستنجب، وهذا كله ما يفيد الكلام. والوقفة هنا وقفة احتجاج ضد الحكومة العراقية، مو ضد الحكومة التركية. حكومة تركية داخلة بالعراق صار لها حوالي 5 سنوات. سهل نينوى قاعدين جيش كامل، جيش جرار، عندهم حتى ثكنة عسكرية، حالهم الجيش الأمريكي. إحنا مستباحين من كل الدول الجوار، والدول الضعيفة اللي هي الكويت وغير الكويت جاي تشتري عملاء عدب داخل العراق. حكومة برمتها فاسدة، لا برلمان ولا تقول لي فلان ولا تسريبات وهاي السوالف، هاي كلها كلاوات. اليوم الموضوع اكبر من التسريبات، اليوم اكو دماء بالموضوع، اكو قتلى، اكو شهداء. هذول الشهداء دمهم حيروح هدر، لان ماكو استجابه. تشرين انطيت 800 شخص استشهدوا، وعندنا معاقين بال 5000 واحد و 30000 جريح، ما حد مدار لهم بال ولا حيدير لهم بال. الكل مستفاد، الشعب العراقي منقسم الى 3 اقسام، ناس مليارديريه وناس نص مستفاده، والناس البيئه، الناس الفقيره اللي هي متضرره، اللي هي الشباب اللي طو شهداء واللي طو ضحايا واللي طو واللي هم لا تعيينات ولا وظيفات ولا اي شيء. ومستفاده تركيا، مستفاده بالاقتصاد العراقي. هسه طلعوا هم بتركيا بارها، انا قريت على قنواتهم التركيه بان يقول لك احنا نعتذر. ها هي الاخ الكاظمي ايش كبره ما شاء الله، يعدل له الياخه مالته، الرباط مالته مو عدل، هو صديقه يعني شلون ينطي فيه. هم شيء بطن شيء، كلهم متفقين ويا الحكومه ضد هذا الشعب. وشكرا جزيلا. اليوم بجيشك، بقواتك الامنيه، بسيادتك، وماكو رد فعل. انا اسالك سؤال واحد، اول شيء هذا كون ينبث كون، قسما بالله وحق الحسين الشهيد، هذا الكلام مسؤول عنه، لا مسألة حكومة ولا مسألة برلماني ولا مسألة كائن من يكون، عمي مسألة شعب، قسما بالله يا سلام، مسألة شعب. احنا شعب عبيد، ما حد يحب العلم العراقي، والدليل اليوم. لا بس انتم ما شاء الله اليوم طالع الشعب، خلنا خدمك. مو يقولون احنا الشعب العراقي هالغيرة، مو هالغيرة يا ولا. اليوم انا من نجا طب بيتك، تقبل ما تقبل، عندك غيره. اليوم داسوا ببيتنا وتعدوا على عرضنا، وين الغيره بالموضوع؟ ما الغيره للسياسيين، مو على الشعب. الشعب اليوم طلع، شعب 40 مليون، لا تقول لي طلع واحد، نص 1% ما طالع من الشعب. شعب 40 مليون، 10 ملايين ما عندهم غيره؟ اطب الهاي الجرد يسح لهم دول البرلمانيين وغيره. هم ذول الحراميه، ذاك اليوم صلوا مليونين، وينهم اليوم؟ وينهم ذول المليونير؟ يطبوا هاي الخضراء واسحلهم تحت بالقناطر. كافي تدمرنا 17 سنه وراح نضل بعد 20 سنه، تعرف ليش؟ لانه احنا قسما بالله شعب جبار، شعب ادرس جيبي، ايش وصلنا؟ ادرس جيبي، اعطيني مالاتي، عيني، ادير وجهي واروح. هيك وصلنا اليوم، بخوي ولا بي. اليوم اذا هسه واقف انا هنا، هذا الشرطي ما له علاقه، عنده امر من الرتبه اللي هنا الفاسده، تقول له اوقف هنا. تعرف المشكله انه احنا بعد ما عندنا ثقه بالقاده الموجودين، ما عندنا ثقه بالسياسيين، ولذلك اليوم هاي الوقفه الاحتجاجيه اللي طالعين منها لربما هي رساله للجانب العراقي، للسياسيين العراقيين. قسما بالله ذره، هاي الذره مال غيره ما عندهم، ولو اكو هاي شوفوها، هاي النقطه لا تنباع ولا تشترى. والشعب اليوم طالع 1%، لا حد يقول الشعب طالع 1% طالع. اليوم 1% من الشعب؟ شعب؟ هاي الأعداد 1% اليوم؟ والله 1%، الشعب 40 مليون. تعرف شنو 40 مليون؟ يعني نهر جاري ما ينقطع من زاخو
من زاخل الفاو شعب متخاذل، 1% يطلع لك قدام السفارة، 1% وين العالم؟ وين الغيرة؟ لا صحيح. يرفخ لريشاته يقول أنا بغيرة، اليوم داسوا على عرضك، وين الغيرة؟ لا صحيح. باكر عقبه، وتذكر كلامي، وتذكر كلامي، راح يتطاول ويطبون لبغداد، ويطبون للمحافظات. بعيد على هذا الوضع. ويطبون يوصلون، ورسالتي صغيرة. محافظاتنا من بغداد ولهناك. الغربية انتم اهل كرم واهل غيرة، هاي ترى الى حوبة من يطبون، اريد استنكار، اريد وقفة. فلوجة، رمادي، تكريت، سامرة، اربيل، كلها وينكم؟ وينكم؟ قردين الاقليم مضروبة، وينكم؟ اريد اليوم وقفة، ماكو ليش؟ يعني 2% ما نقول واحد، 2% اكو غيرة؟ والبارحة بالفيسبوك 10,000 التعليقات، والدنيا انقلبت، وينه؟ ماكو. مثل ما قلت لك انا اليوم انا مو بكيف. هاي الناس اللي جت احرار ما حد طلعها. اكو ناس مدري تطلع، طلعتهم راحوا سووا هيجي. استاذ راسك ايش تسوي؟ والحسين الشهيد. وراح اختم وادري طولت. قسما بالله مسألة شعب، مو مسألة حكومة. الشعب هو شعب جبان. شعب اليوم اختصر لك طين وبطني وجيبي والباقي تدري. بس مو كل الشعب، انا اختلف وياك. جاي اقول لك انا عندي 1% اسولف عليهم. اسولف عن الناس الاحرار 1%. اكثر. لا تعرف ليش؟ اليوم داسوا على ارض بعد، وين انت بين؟ اعطينا حل. اليوم الوطن هو العرب، واللي ما عنده وطن ما عنده عرب. يعني اليوم يطب على اختك انت تباوع له؟ يطب على امك تباوع له؟ لا، اليوم طبوا علي وطبوا على اختي وطبوا على امي، وينهم؟ وينهم؟ تقول لي اختلفوا وياك، وينهم؟ ما نريدهم اليوم. بس للاسف عيش النهايه لا تنباع لا تشتري، والله العظيم. بالتالي اليوم هي الوقفه مثل ما جاي يشوفوها. الشعب العراقي، الناس الاحرار طلعوا اليوم مو فقط ضد السفارة التركية ولا فقط ضد الاتراك، بل لإيصال رسالة للشعب، عفوا للسياسيين اللي جاي يحكمون، اللي لغاية الآن موقفهم وبياناتهم خجولة جدا. يعني على قولة الشاعر يقول سيف ما ينفعك من تجيك عداك، تاقل بصفحتك خالة واري. يعني احنا اليوم سيادة البلد من نحكي بيها، من نحكي بالجيش الموجود، من نحكي بالناس أهل الغيرة اللي موجودين، ما شفنا موقف يشفي غليل الشعب العراقي من الجهات السياسيين والناس اللي جاي تحكم. يوم الشعب من ذاته خرج لأجل الموضوع، لأن الموضوع مسألة شرف، مسألة دماء، مسألة كرامة. ولغاية الآن أنتم السياسيين وجل السياسيين الموجودين بيانات خجولة، مواقف خجولة جدا اتجاه هذه القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. نستنكر العمل الإجرامي الذي قامت به الحكومة التركية أمس. لنا عمل اجرامي، ويعني ماكو هيك عمل، يعني ماكو هيك. وهاي اتفاقيه مسعود مع اردوغان، اتفاقيه شافوا اهل بغداد واهل المحافظات الاغلبيه سياحه وش اسمه، هاي ما مات بها كردي، لا مات بها واحد، المات بها ابن بغداد، ابن البصره، ابن الناصريه، ابن الجنوب، الرايح من ضيمه، من الحار، رايح من ضيمه، من الحار، من القهر. الباحث الحلبوسي يطلع يقول اناشد الحكومه العراقيه. بس يا دفتيم يا حلبوسي، انت مو بالحكومه العراقيه، انت مو بالحكومه العراقيه تناشده. يعني انا مواطن تناشدني انا؟ اي دفتيم الحلبوسي الباحث صيح اناشد الحكومه العراقيه على هذا العمل الاجرامي. شاي الكلام متواصلين وياكم بتغطيتنا، خليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الوقفة اللي هنا طلع لها الشعب هي صار رسالة للحكومة العراقية للحكومة التركية. نعم. اول شيء نستنكر الهجوم على شمال عراقنا الحبيب، واخاف الحكومه ما تفتهم حكومتنا، فنعلمها، يعني نعلمها انقطها، قطعوا العلاقات ويا تركيا، اسد الحدود ويا تركيا، البري
بحري وجوي انهي كل شيء بيناتنا. يقول لك مصلحة بلد. ماكو بلد، بقى بلد يقتلني ويقطع علي المي، هاي مصلحة بلد؟ ماكو مصلحة. ضمير يقبلها؟ لا ماكو ضمير، لا عاد ليش طالعين هنا؟ ضميرنا ما يقبل على هذا الشيء. هم قتل وهم قطع مياه. وثلاث ارباع حكومتنا هي عربنتية عند مع الأسف أقول. عربنتية عند أردوغان. ويخضعوا له مع الأسف عليهم. تبقى سيادة الدولة يا ليش كل ما يضوجون يا دولة يا دولة تضوج طبعا العراق تكفخ وتطلع هاي نبقى هيك احنا؟ أقول لك حبيبي ما طول حكومتك ما بيها خير يومية يكفخونك. خليها ببالك. يومية ايه. واحد يكفخنا. يومية واحد يكفخنا ويتجاوز علينا. تضل الدولة هيك ما عندنا رئيس بيه خير، ما في قائد بيه خير. منو؟ يلا منو؟ مصطفى الكاظم بس إعلام. خليه يطلعون هنا خليج هاي سفارة تركيا البارحة كم واحد راح؟ اجى اللي جاء ما حد جاء، طلع الشاب الحر اللي فيه غيره، اللي شافه ونزلت دمعته تلقاه كفيلك علي، اكو قلب يقول لك وش رايح ايش عنده بشمال العراق شو يسوي؟ غير سياحه شنو وين يروح؟ يقضيها بقابلك وقاعد؟ ماكو هيك وضعيه، لا عندنا قائد فيه خير، لا عندنا سياسي متكلم، ولا عندنا شعب واعي ومثقف، مع الاسف هذا العدد يعني شوف هذا الشعب كله هذا 40 مليون ما بيهم 500 واحد، هذا 40 مليون مع الاسف. تحس بالنفس اي والله اي والله يعني يوم هسه ابسط شيء المفروض ابسط شيء القاده يجون هنا يشاركون ويا الشعب هذا اي نعم قاده وزاره الدفاع قليله والله قليله والله هاي بس الشرفاء طالعه من اللي يطلع هاي الشباب بركه بيهم ان شاء الله جابها على اهل العقل اهل العقل لا عندهم غير المشكله طلايب لو على هاي الشيء لو على دجاجه لو على هي الشغله تافهه هاي تطيهم اهل العقل كفيلك علي كل خير ما بيهم مع بس بيهم كم واحد شريف بي غيره لا والله عندك هذا الدليمي امير الدليم كفيلك الله طلع من الجو القاع بس احنا شيوخ الجنوب ما بيهم كل حظ الخير والبركه لا بيهم الخير والبركه لكن عتبنا على قادتنا السياسيين اللي يمثلون الشعب العراقي وين القائد يلا سياسي وين القائد الله. اليوم الدماء سالت العراق لربما كرامته صارت يعني اي شخص اي دوله بامكان انه تدوس على العراقيين وتطلع موقف ما شفنا يشفع القلب مثل ما نقول من السياسيين من الناس اللي تقود هذا البلد مواقف مخجله وبالتالي اليوم الشعب من ذاته طلع اليوم الرساله ممكن للحكومه العراقيه وممكن ايضا للجانب التركي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول مواقف الحكومه احنا ما نترجى منها شيء. يعني هاي الحكومه باطله وهي سبب ما وصلنا لهي المرحله انه اي شخص يجي يتعدى سواء ايران سواء تركيا اي شخص هسه اذا رب البيت مو قد المسؤوليه فاي شخص يجي يقدر يتعدى على البيت بس احنا الشباب ما قصروا من البارحه واليوم كمتظاهرين سلميين جبرنا ينزل العلم حرقوا الاحلام بس هذا الشيء طبعا لا شيء مقابله بالدم لأن الدماء اللي سالت موضوع تعدي يعني موضوع كبير فما قلت لك ما نتأمل احنا من الحكومة يعني الله يهديهم بس احنا ما نتأمل بس ان شاء الله هي هاي 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 انا وجهة نظري هي ايامهم الأخيرة هي هاي الحكومة يعني الشعب يوعى يتوحد هذا شفنا توحد حلو يعني كل الأطياف العالم طالعة رافضة في الوقت الأعداد قليلة يعني صريحين طبعا مقارنة بالشعب العراقي نشوف الاعداد اكثر هنا صحيح لانه قلت لك المطلب هو مثلا اولا هو المطلب احنا طرد السفير اول مطلب زين السفاره وين بالمنطقه الخضراء تروح ما يخليك الحكومه تظهر المنطقه الخضراء اكو امور هي اللي تحميهم الدوله اخي الدوله وين ما توجه على الفاسد ينحمي من الحكومه من الدوله فاحنا امام هي حكومه تسبب لنا اهانات بس ان شاء الله كل باطل يعني عمره قصير وما يحق الا الحق يعني ما يحق الا الحق هو مساله وقت والله اللي يباوع والمظلوم لازم ينصر وان شاء الله بالظلم احنا منصورين ان شاء الله الله يحفظكم السلام عليكم تحيه لكم وقناتكم المباركه اولا رسالتي الى الحكومه او الكومه لا تسمح لي هذه الحكومه ما تمثل ابناء شعبنا
تمثل السفارة الشؤم، يعني حتى نحكيها طق بطق. سفارة الشؤم تعرفها من هي، ها، أمريكا عدوة الله وعدوة الشعب، وكذلك عتب الشديد على البرلمانيين لم يتخذوا موقفا صلبا ما عدا القلة الشريفة. نطالب أولا بإغلاق هذه السفارة لأنه استهتروا بحق شعبنا وبدمائنا. شنو المطالب؟ المطالب أولا إغلاق السفارة، إغلاق الحدود، تدويل القضية، تدويلها، التبادل التجاري ننهي وياهم، وهم سيحاربونهم بالمي زين. ونطالب تدويل القضية، قضية دولية تصير، ونطالب أبناء شعبنا يقفوا وقفة واحدة. نعم، اللي راحوا الضحية أبناء الوسط والجنوب بين هلالين شيعة، ولكن مغفرة إن شاء الله، الدماء كلها واحدة. ونطالب أبناء شعبنا كافي المجاملات، وحكومتنا هذه مو حكومتنا، ما تمثل حكومتنا، تريد حكومة جديدة، حكومة تنبثق من رحم هذا الشعب المظلوم، تكون قوية، دافع عن حقوقنا، دافع عن مصالحنا، لا تجامل ولا تخاف من المحتل، احنا أقوى من المحتل، والله احنا أقوى من المحتل. خلي يجيبون واحد بطل يوقف موقف شجاع مثل ما وقفوا الشهيدين أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليمان، وقفوا وقفة شجاعة وخلدهم التاريخ رغما عن أنوف المنافقين. فلهذا نطالب بحكومة تنبثق حالا حالا، لا يفوتون فرصة، هذه فرصة ذهبية يعرفون ذهبية الحكومة؟ لا، هم للإطار الشيعي، خلي أحكيها بشكل، ها، الآن الفرصة مؤاتية، يعني أهم شيء شخصية تكون شجاعة أبية وطنية، لا تخاف بالله لو ما تلائم، ولا يخافون من أمريكا، إحنا وياهم، والله أمريكا أجمل ما يكون. خلي يطلعون بقوة، هو اللي يصير رئيس، كل ما يقول أهم نقطتين عندنا، ها، طريق الحرير، خلي يطلعون كافي طريق الحرير والطريق قد شعبنا، وكذلك مع شركة سيمنز، هاي أمريكا ما تخلينا، وهاي تركيا ما طاغية. أسأل أكو تصعيد بالأيام الجاية؟ والله يعني أتمنى، لأن هم هنا هم مقرهم مو هنا مقر المشكلة، السفارة يم الخضراء الغبراء، ها، وما تقدر تسوي شيء. ولكن أنا أطالب من شعبنا أن يصعد على كل، حتى المرجعية، يعني مع حبنا أنا ابن المرجعية، صعد كلمتها، ها، الآن محتاجيها إحنا. فأطالب بالمرجعية الله يحفظها، وأنه تأخذ موقف شجاع، وهم معلمين مواقفهم الشجاعة، وسأل الله أي شعبنا المظلوم ينصرنا على القوم الظالمين. مع شكرنا الجزيل لقناتكم، شكرا حبيبي. شاهد كلامنا بالتالي، هي المطالب عديدة، أولها إغلاق سفارة تركيا وعدم التبادل التجاري مع الجانب التركي، وأيضا بالتالي الناس المظاهرين هنا يعني يردون موقف حاسم وموقف صريح من قبل الجهات الحكومية، من قبل القادة العراقيين اللي لغاية الآن ما محركين ساكن. متواصلين وياكم، خليكم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا واقفين قدام السفارة التركية العميلة المجرمة القتلة، نطالب من الحكومة بعدم الاستنكار. اليوم احنا نطالب كعراقيين الرد، الصاروخ الرد بعشرة. انت اليوم عراقي حبيبي، تقصف ترجع تقصف، اقصفهم واقصف ابو الخلفهم حبيبي. انا عراقي احكي بسودي، شنو تركي يوقف قدام عراقي؟ التركي قدام العراقي قسم والله، الى متى هاي الدماء تسيل على الاراضي العراقيه؟ من يقبله بكل دولة؟ فلسطين ما عدوا مستحق يقاتلون بالطابق، والله لك احنا عراقيين عندنا كم مستحق. اليوم تركيا ما نقدر نردها، والله عيب وعيب ووسبة وعار على كل سياسي ما
اليوم يرد القصف بصاروخ بعشرة على تركيا وحق قوة الحسين. شنو ذولي بهاي الطفلة عمرها سنة تستشهد تنقص ايديها؟ تقبل من يقبل على ولده؟ طين اليوم ابن سياسي كلهم عايشين بالخارج. طين اليوم ابن سياسي انقتل استشهد راح وحارب وسمعت اليوم استشهد ماكو. اليوم نطالب كوكبتنا عراقيين هاي المظاهرات بيها من الحشد بيها من التيار الصدري بيها من تشرين بيها من كل العراقيين كل الطوائف. شعب العراق اليوم هاي الوقفه عراقيه قح قح والشريف جنانه بدون تحديد اي فئه. نطالب بخلق هاي السفاره الحميله هاي السفاره مال القتله سفاره الذل سفاره الحار سفاره القتله المجرمين والعملاء نطالب بخلقها والا سوف تكون لنا رد الرد وحق قوة العباس ما نخلي تركيا يمسح على رجله وحق قوة العباس كعراقيين في حال الحكومة ما سوت الرد. وشكرا لكم على تواجدكم في المظاهرة. بالتالي هي أيضا أن هناك يعني لربما مؤشرات في قادم الأيام وخلال فترة أنه التصعيد راح يكون بكثرة. شلونك؟ الوضع ترى مو منطقي. مصفوف وأنت قاعد في بيتك لو أنت مثلا رايح زائح وانت وعائلتك تنبسط مو منطقي. انت احنا خلينا نكون خليه حوار شو تقول السبب مين؟ السبب السبب مين احنا؟ الشعب. انت شعب؟ لا انت قاده. الشعب ما في دلل. ليش وين الشعب؟ عنده قرار؟ وين الشعب؟ عنده قرار هسه؟ ايه عنده قرار الشعب عنده قرار. الشعب اللي احصائيته 45 مليون عبر ال 40 مليون اذا يطلعون من عنده ربع يقدر يسقط نظام ويسقط حكومه ويبدل هاي الوجوه كلها. هاي كلها الشعب واقع بيها. اليوم احنا شو نقول؟ اليوم احنا حكينا كلمتنا وباتجاه التصعيد. اذا ما انطرد السفير التركي وما انغلقت السفاره الفروع مال السفارات التركيه بالعراق كلها عاميه راح يكون لنا موقف تصعيد. اول نقطه احنا نريدها قطع الانتاجات او المنتجات التركيه اللي تجي للعراق نهائيا. اي منتج تركي لازم بعد ما يطلب العراق بامر الدوله. هذا اللي يريده الشعب اللي يريده الشارع. ثاني شغله طرد السفير التركي. ثالث شغله غلق كل القنصليات والسفارات او افرع السفارات التركيه. لان ثلاث نقاط اذا ما تحققن الشعب راح يقول كلمته وهم يعرفون الشعب اذا 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 استفزوش راح يسوي الشعب. الشعب ان شاء الله يقول كلمته وعدي عتاب 90% من الشعب العراقي. ما ندري ما في شيء. كتاب قصيدة. أقول هذا هاي الأعداد قليلة مو مال الشعب 40. راح عاتبهم قصيدة. شعب أنت السبب بالقاعد يصير. هذا العتاب لا 90% من الشعب العراقي لأن دولة ما يمثلون حتى 10%. شعب أنت السبب بالقاعد يصير وأنت أكبر سبب بوجود الأحزاب. شعب كم طاغي أنت معيشة مرتاح الحرام بكف يديك تلبس الإنقاب. شعب كم طاغي انت معيشه مرتاح الحرام بكف يديك تلبس الانقاب. شعب رب التناقض عايش فيك شعب قله صدق والباقي كذاب. شعب يا ما حكينا وقلنا يا ناس بيهم لا تامن ذول الذياب. شعب لا تصفق لهم ذول يطغون. شعب مو خوش اوادم ذول سياب. شعب لا تصفق لهم ذول يطغون. شعب مو خوش اوادم ذول سياب. شعب بالشاشه يطلع يضحك وياك وخلف الشاشه خبره بذبح الارقاب. شعب صارت لموده. شعب بالشاشه يطلع يضحك وياك وخلف الشاشة خبرة بذبح الرقاب. شعب صارت لمودة تاج على الراس وظل ياها اللي يجي وصفقوا للأحباب. طالب بطرد السفير. يعني على هذولي شنو ذنبهم الماتوا؟ يعني شفت هذا الطفل الماس؟ يعني شنو ذنبه؟ هو رايح سياحة وسوا. يعني أنت عندك التركي عندك وين الحكومة ليش تغلو؟ يعني مو خطية ذول راحوا؟ والله رسالة اللي وصلها من خلال تواجدنا احنا اعتبنا بالاول ما نحسب على الحكومة التركية لان هم ضوي ناس يعني من زمان هذا القصف من زمان هذا القصف يقطعون المي ودائما هاي تصرفاتهم. احنا نحسب على الحكومة العراقية. ليش هذا السكوت؟ ليش هيك الاستهانة بهذا بالعراق؟ ترى العراق عظيم ما يستاهل هيك. العظيم صدق العراق عظيم. اي والله العراق عظيم يعني ما يصير هيك. يعني يا اللي يقوم علينا مره الكويت مره السعوديه مره ايران مره تركيا. ليش العراق صاير حاط مصير مع الاسف والله؟ ليش ايش مستهينين؟ تسع شهداء شنو ذنبهم؟ هاي عوالم شنو ذنبهم؟ مشاهدينا الكرام بالتالي هو اليوم الموضوع انه
الرحمة والخلود للشهداء، شهداء القصف التركي، لكن بالتالي من المفرح نشوف ناس مطالبين بثأرهم، ناس الشعب العراقي. حقيقة هاي الموقف أو هاي المواقف تدعو للفخر، لكن نفس الوقت والله العظيم عتبنا وعتب كل الناس اللي موجودين هنا، القادة السياسيين اللي ما شفنا منهم موقف صريح، موقف واضح اتجاه الدماء اللي صارت. شلونك حبيبي؟ والله هذه القصف الصار على الشمال العراق، يعني احنا زيادة العراق ماكو انتهت، يا هيجي قام يقصفنا، يعني شاب يروح يتونس بالشمال لان الجو حار ينقصف ويجي بتابوت لهله، حسبي الله ونعم الوكيل على كالظالم. احنا طلعنا بتشرين وصوبنا وطينا دم على مود نغير العراق، بس هاي الطبقة ما يراد لها شوية، هي يراد لها شلع شلعة وحدة. عم احنا تعبنا، معاناة جاي نعاني ببلدنا، جاي نحس احنا لاجئين ببلدنا، مو جاي تحس انت بين بدولتك، ولا حتى عيشة كريمة ما جاي يخلونا نعيش، ومحاربيننا بكل شيء، برزقنا بعملنا بشغلنا، وياه يجي يقول لك العراق والعراق والعراق، ياه يجي يقصفه، ياه يجي يضربه، وظالين على المناصب وعلى الكراسي يتعاركون، عوفوا المناصب، عوفوا الكراسي، التجوا لهاي العالم، التجوا لهاي الشباب الجاي تموت كلها بعمر الورود، بين فترة وفترة العراق جاي ياخذ له غمدة من شبابنا، إلى متى احنا نظل هيج؟ والله ملينا تعبنا. حبيبي هلبي. وهي الرحمة أيضا الرحمة والخلود للشهداء القصف التركي، وبالتالي احنا مثل ما قلنا أعيدها وأكرر أنه نتمنى أنه من العراقيين خلال الأيام المقبلة، خلال الفترة المقبلة أنه تشوف وقفة وأعداد أكثر من الأعداد اللي موجودة، وحسب معلومات أنه اليوم الساعة 5 عصرا أيضا راح تكون هناك وقفة بأعداد أكثر من الأعداد اللي موجودين، فبالتالي الشعب اليوم خرج، ما انتظر موقف أو ما انتظر رد فعل من قبل الجهات اللي تمثل الشعب، الجهات اللي متنفذة بالسلطة. الشعب اليوم هو قرر أن يتظاهر أمام السفارة التركية والمطالبة بإغلاق السفارة التركية وعدم التعامل والتبادل التجاري مع الجانب التركي. ختاما تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر عمل برنامج أمناس، إلى اللقاء.